الو داني معك ماكسيم شايا من بلازا ارجنتينا على كعب جبل اكونكاغوا امبارح 2/19 كانون الثاني 2004 الساعه 3:31 بالضبط بالظهر يعني 8:31 بالليل بتوقيت بيروت وصلت على الامي 6962 متر اعلى امي بامريكا الجنوبيه اعلى امي بالمنتصف الغربي للكره الارضيه اعلى امي بالمنتصف الجنوبي للكره الارضيه وأعلى أمي بالعالم خارج آسيا هي كمان تاني أعلى أمي من الأمم السبعة يوم الجمعة بتسعة كانون الثاني نحن هلأ بنص الطريق بين المخيم الأول كونفلوينسيا بيس كامب بلازا دي مولاس مشينا الساعة 9:30 هلأ الساعة 1:30 وقفنا لنتغدى ونرتاح شوي بعدنا أقل من نص الطريق الهواء عم بيقوى شوي وعم نشوف غيوم مسحوبة معناتها هواء كتير قوي على الارتفاعات كتير ناشف الطقس الهواء برد وبس يوقف الهواء حريق ارتفاعنا هلا 3700 متر طالعين ل بعتقد 4400 متر بلازا دي مولاس هلا وصلنا على المخيم المتقدم بيس كامب بلازا دي مولاس الطقس عم بغير بس بعده منيح ودافئ كأنه رح تجي عاصفة إن شاء الله إذا رح تجي عاصفة تجي قريبا لأنه عنا 5 أيام هون لحتى بعدين نقدر ننطلق على الأمة بطقس حلو أول ليلة بالمسابرة من نجاح يظهر إلا بالمسابرة والجهد مبدع من لبنان اتخطى الموت واتكل على إيمانه بالله وتابع رحلة المشقات بتجاوز أمم العالم وآخرة وليس آخرا قمة إيفرست الأعلى بالعالم لتتوج برحلة القطب الجنوبي وبنجاح مرحبا لمشاهدينا مرحبا وأهلا وسهلا فيك وحمد الله على السلامة مبدع من لبنان ماكسيم شايا شكرا بسام يعني يمكن قليل نقول لك الحمد لله على السلامة ماكسيم بدي أرجع أنا وياك شوي بالذاكرة بالمشاهد كنا عم نشوفهم هني بدايات هالرحلة هيدي وهالمشقات اللي تعبت فيهم كيف كانت؟ عم ترجعني لورا لسنة 2003 هيدا الجبل أكونكاغوا كنت أنا حاولت أتسلقه بال 2003 بس طلع علينا هواء قوي كتير وانجبرنا نهرب من الجبل ورجعت رحت هدول المشاهد من 2004 من وقتها مثل ما بتعرف تحققوا الامم السبعه وصار العلم اللبناني عم يرفرف على كل وحده من الامم يلي هن اعلى قمه بكل قاره ومثل ما بتعرف مؤخرا حبيت انا ارجع كفي مشروع الامم السبعه وخلقت مشروع جديد سميته الاقطاب الثلاث The Three Poles
يلي هن القطب الشمالي القطب الجنوبي ويسمى إيفرست القطب الثالث. وهلا ابتدينا بهال هول بعد ما تنفذوا تنفذ من المشروع الجديد يعني الأقطاب الثلاث الثلاث تنفذ قطبين لأنه القطب الثالث ما يسمى القطب الثالث يعني إيفرست تحقق ومش من زمان مثل ما بتعرف مثل ما رح نحكي رجعت من القطب الجنوبي اللي تحقق كمان بقى بعد بيبقى بركي أصعب واحد منهم كلهم القطب الشمالي إن الله راد بال2009 إن شاء الله خير. ماكسيم بداية يعني رحلة من هالنوع مشروع من هالنوع مكلف جدا وبده مثابرة مثل ما كنت عم بقول أنا يعني بدي أرجع أنا وياك للخلف شوي لنرجع كيف تبتدأت وكيف أصريت إنك تتابع واليوم لنحكي عن كمم أعلى كمم بالعالم منا كلمة هيك عادية تمرق لا فيها تحضير فيها تعب فيها يعني سهر خبرنا عنهم شيء أكيد يعني العالم بيفتكروا أنه أنا بضب شنتي وبمشي بس أنا من هلأ عم بلش حضير الرحلة على القطب الشمالي اللي هي بعد سنة وشهرين يعني بعد 14 شهر بأذار 2009 بأذار 2009 ببتديها حتى أنهيها بأواخر نيسان 2009 عن الله راد فلذلك كل رحلة بتبدأ بمكتبة وراء جهاز الكمبيوتر مع خط انترنت جيد ومثل ما قلت مع حساب جيد بالبنك وهون بيدخل البارتنر تبعي يعني اللي داعم مشاريعي كلها هو بنك عودي بالصراحة لو ما بنك عودي كان عنده الرؤية اللي أنا كان عندي إياها من أربع سنين وفهم على اللي كنت عم بحكي معه ما بكون موجود هون عم بحكي معك عن هالشغلة كلها بس طيب ماكسيم حكيت انه في شريك مساهم انك عملت هالانجاز هذا ولكن هذا الانجاز يعني شو مردوده انه شو انه طلعنا على ايفرست انه بعدين سؤالك بمحله 100% المردود هو لما انا اروح على هالمدارس وهالجامعات وهلا صرت ما عدت عم بقبل الا واحد بالجمعه وعندي مدارس وجامعات ل اواخر شهر اذار 2008 ولما حاضر هالتلميذ بتعرف انا عندي محاضره وعنوانها يوجد ايفرست لكل شخص وبقول لهم انه ايفرست ما ضروري يكون جبل او حتى رياضه بس كل واحد عنده حلم او عنده طموح واذا كان اشتغل بطريقه جيده يلي معتقده انه مستحيل معقول يحققه يحصل عليه وكمان يعني السبب اللي أخذوني بنك عودي وقبلوا بمشروعي هو عندهم هالشعار هيدا اللي بقول وقدرتك تنمى أنا أكيد أنه كل شخص مثل ما أنا كنت معتقد كل شخص بيعتقد أنه عنده قدرات أقل بكتير من ما من الحقيقة كل واحد منا خصوصة بلادنا يعني الخير شبابنا عندهم قدرات خيرة من الشباب خصوصا شباب بلادنا ما لازم يستقلوا من نفسهم وما لازم يخافوا انه يضعوا الهدف بعيد او عالي ما في شيء مستحيل سعي ما في شيء هين بس ما في شيء مستحيل يعني نحن عم نحكي هون عن قدره الشباب ولكن معلي ماكسيم خلينا نفوت يعني بحقيقه الامور اليوم الوضع مغير عن عام 2003 انت انطلقت كانت الاوضاع يمكن الامن مستتب الاقتصاد بعده مش مثل اليوم اليوم الشباب عم بيفكروا غير هيك عم بيفكروا بالهجرة عم بيفكروا انه كيف بدنا نعيش شو بتقلن انت لهالشباب يلي عم تقول انه عندهم القدرة انت ابتديت وقلت انه يمكن الامن كان مستتب ما كان مستتب انا بذكر من وقت ما بركي انا تركت الجامعة كل سنة منقول سنتجين الله راد بيتحسن الوضع وهيك للأسف ما عم بيصير هيدا شو معقول قلن يلي عم بيفلوا اكيد ما فيني امنعهم من انه يفلوا بس بذكرهم انه ما يتركوا ما يغلقوا الباب وراهم لأنه بيوما ما بدهم يرجعوا لبلادهم اللي هي لبنان وما معقول تستمر الأمور بهالطريقة هيدي بقى سعي بيروحوا لبرا وبيبرزوا برا وبركي بحققوا طموحات بس بده يجي نهار بده يرجعوا لبلادهم الله راد ويفيدوا لقلو المشاهد الأولى كنا عم نشوفها بالأرجنتين يعني شفنا العالم الأرجنتيني ماكسيم حكيت شوي عن تفاصيل الرحلة عن المشقات رح نتابع نحن وياك هلأ المشاهد الثانية يلي رح ترجع تظهر ونرجع نعلق عليها سوا ونتابع الحلقة مثل ما ابتديناها الجبل اللي قبالنا مع انه اوطى بكتير بكتير من أكونكاغوا عليه كتير تلج وجليد
لأنه هذا الوجه الجنوبي لإله، ولكن أكونكاغوا يلي هون شايفين وجهه الغربي مع أنه أعلى بكتير ما في عليه ولا تلج ولا جليد. ماكسيم، هلا نحن طبعا عم نشوف المشاهد الثانيه هون، شو يعني وين يعني هيدي المرحله الاولى المرحله الثانيه كيف؟ لانه كنتوا عم تطلعوا مثل ما كنت عم براقب امبارح بالتصوير انه عم تطلعوا مراحل عم ترجعوا تنزلوا. هون نحن موجودين بالمخيم الاساسي بيس كامب مطرح ما منحضر الجبل. نعم. اكيد تنوصل على البيس كامب ما شفت ما بنحمل كل اغراضنا، كان في الحيوانات اللي بيحملوا الاغراض على اكونكاغوا هن بغال ميولز. نعم. وبصراحه قويه كثير وصلوا لهالارتفاع هذا، بس من هون ورايح علينا الشغل كله، ومن هون ورايح في اربع مخيمات قبل ما واحد يوصل للامن. مثل ما شايف هون بالمخيم الاساسي شفت في مطبخ هون عم بيطبخ لنا بعد الاشياء طبيعيه. إيه بعد الاشياء نوعا ما طبيعيه، بس نبلش نطلع على الجبل تبلش الصعوبات، بس هون ضروري ناكل ونرتاح قد ما فينا حتى نقدر نطلع، بس نطلع على الجبل جسمنا يتحمل. طيب ماكسيم، عم تحكي عن الاكل، يعني هون انت بمكان في ارتفاع معين، هل مسموح تاكل اي شيء؟ هل مسموح تشرب اي نوع من المشروبات؟ الاكل مسموح تاكل اي شيء، طبعا مفروض ناكل اشياء بتغذي وما تكون فيها كثير دهن مشان هالنوع التسلق. للمشروب طبعا المشروب الخمر مش لا عم نحكي مشروبات أبداً. عم نحكي مشروبات بتفيد هونيك طبعا، من المشروبات الصحيه اللي هي العصير اللي هي هيدي اللي كانت، والمياه هيدي اللي كانت مطلوبه انكم تستعملوها هونيك. شيء اكيد يعني الشاي والزهورات والى اخره والعصير، بس طبعا ما في عندنا فواكه حتى نعصرها، كلها بودره. أيه. نعم. طيب اليوم يعني انطلقنا من مرحله لمرحله، شو كنت تحس بهالوقت؟ انه كنا عم ناكل، كان في مطبخ، كان في اشياء بنحبها ناكل بشهيه، ولكن بالوقت ذاته عم نفكر انه في مراحل ثانيه رح تصير اصعب. كيف كنت عم بتتاقلم مع هالموضوع؟ الكلمه المضبوطه هي تاقلم، عم نتاقلم. من جهه جبسنا عم يتاقلم، معناتها عم بيفرز كريات حمر زياده، لانه بس نطلع على 4600 متر اللي نحن موجودين عليهم هلا، جسم الانسان بحس انه في نقص بالاكسجين. نعم. وبلش يفرز كريات حمر زياده حتى يعاكس هالنقص بالاكسجين. ومن جهه ثانيه عم نجرب نحضر حالنا كمان نفسيا لحتى نطلع على الجبل، وكمان اكثر من نفسيا عم نجرب ناكل زياده لحتى بس نطلع يكون في عنا ريزيرف بجسمنا. بس اغلبيه التحضير انا بتصور هو بالفكر، يعني واحد قد ما يكون قوي جسديا اذا كان فكريا ضعيف ما في يتخطى المرحله. يمكن هذا اللي صار مع البعض، بفتكر سيده على ما اظن عملت خطا، ما تابعت الارشادات، او يمكن بهالمرحله هيدي ماكسيم. باي مرحله هاي؟ بهالمرحله. هون هون كان في فريق جاي وما محضر بركي مزبوط، وانجبروا يناموا ليله على الجبل، ورجعنا وقتها الآنسة بفتكر من بلاد الشرق. كانوا مجلدين إيديا وإجريا، يعني طبعا انبطروا من أصابيع، يعني ما مفروض واحد يستقل الجبل كبير كتير وأكبر من الجميع، وواحد لازم يعطيه أهميته. اتبتروا أصابع إجريا؟ بإجريا وإيديا يلي جلدوا، أو إيديا كمان يلي هي اللي كانت نامت ليلة برا الخيام، نامت ليلة برا الخيمة، اضطرت تنام ليلة، وكانت عمالتها اليمين وبقى اجرى اليمين ما عاد برم كثير الدم فيها، بقى جلدوا اصابيعه. بتصير كثير ماكسيم، بتصير كثير، ولكن بهالحاله انه بحس الانسان بهالاوجاع هيدي انه عم بيفقد يعني شيء من جسمه. شيء اكيد بيوجع كثير، بس هن ما بينبطروا نهار اللي بصير الحادثه، بينبطروا بعد اربع او ست اسابيع بالمستشفى، بينطروا حتى يرجع يربى قد ما فيه اللحم، بس يجلدوا الاصابيع يلي بصير اصابيع كان بالاجرين او بالايدين او حتى غير اعضاء بالجسم مثل المنخار والدينين، بيوجعوا بعدين بينكزوا نكزه قويه وبيجلدوا. ما بقعد احس شيء، الواحد بيعتقد انه دفيو بس بيكونوا جلدوا. بقى واحد ما لازم يتخطى هالنكزه هيدي، لازم يعمل شيء قبل ما توصل. يعني خلينا نشوف هون المشاهد ماكسيم، يعني هون على علو 5500 وعلى ما اظن 24
452 عم يرجعوا يقولوا لي لانه ما عم نسمع 5500 متر هلا ال 24 منهم مهمين بس هون موجودين على المخيم الاعلى ومثل ما شايف تلجت كثير قبل بسنه كمان قبل طقس عاطل شايفين هون عم بقول انه ما عندي حظ على هالجبل هيدا لانه الطقس عاطل جدا برا بس مثل ما شايفين جوات الخيمه مع انه الشمس منا مبينه شوب مبين علي شوب جوات الخيمه يعني ماكسيم هون خلينا نحكي عن الواحد بيقوله شبقوا الهوى انه انضر هون اذا بهالحاله كنت داخل الخيمه وظهرت للخارج شو بيصير بحالتك؟ اكيد شو بيصير؟ بالاحرى انه رح اسخن لانه رحت من شغله سخنه اذا كنت عرقان وضربني الهوى اكيد الواحد لازم ينتبه ما في يهمل حاله على جبل مثل هيدا لانه ما في مستشفى يروح له او بضيع وقت او اذا سخن ما في مين يسعفه يعني واحد بده يكون مش بس معه كل شيء حتى يداوي نفسه يعني ما فينا ننزل على الدكانه واشتري حبتين اسبرو او بانادول طبعا اذا وجعني راسي بده يكون معي اياهم بس اكثر من هيك بدي اتوقع حتى ما انجبر داوي بعدين طيب يعني عم تقول تتوقع ماكسيم انت بتاخذ مثلا بتطالع شو بتعمل بهالوقت يعني شو كيف تقعد كيف بتضيع وقتك كيف بتضيع الوقت بالخيمه زملائي كلهم بيجيبوا معهم كتب وفي منهم بيخزقوا الكتاب اثنين حتى ما يحملوا كتير واحد بيحمل نص والثاني بيحمل ثاني نص بس بيجبر الواحد منهم يقرا ثاني نص من الكتاب قبل ما يقرا اول نص بس بتصير انا ما باخذ معي كتب لانه انا دائما بكون عندي كتير شغل على الجبل انا بكتب بدل ما اقرا بكتب شعوري وشو صار معي كل يوم كل يوم كل يوم وعندي إياهم من أول سفرة لليوم كمان بصور كتير بتعرف بصور فيديو نعم. بصور وخصوصاً بآخر رحلة يلي أخذ لي كتير وقت هو التليفون الإيريديوم يلي هو عبر الأقمار الاصطناعية كنت أبعت صور على البلوج يعني على الويب سايت تبعي وأبعت قصص من 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 انتاركتيكا يعني عبر التليفون قبل الساعة واحدة وتنتين بعد نسليل عم ببعتهم لأنه شغلة منا هيني طيب لا يقف في عندك شي بدك تكتبه رح نتركك نحن ترتاح ببريك صغير ونرجع معكم مشاهدينا لوراثتها توشك على إفلاس المجموعة هل أشتري أسهمك في الشركة لتدعني وشأني؟ وفي عائلة كورتيز العريقة هناك نوعان من الأحفاد من يستعمل سلطته لمساعدة الناس ومن يستغل الناس لتحصيل موقعه من أجلك يا حبيبي في عرض أول يوميا 5:30 مساء بتوقيت السعودية على قناة اليوم عندما يتحول الطيب البسيط إلى المواجه الشرس لكن حد قال لكم أنه عاد غضب عن عين النجعاوي يعديك كل هذا من أجل حبه هاي السعادية تحت رجلي الفأس في الرأس بطولة عزة العليلي ليلى علوي وعبلة كامل السبت 11 مساء بتوقيت السعودية على قناة سينما واحد للتعبير عن الفكر عندنا قضايا ان الناس تعبانه وعن وجهه النظر اكيد في تغيير جذري حصل على الله الراشي والمرتشي والرائش مع اصحاب الراي انا عايز الاختلاف يكون اختلاف اخوي بتحليل علمي وموضوعي بمنتهى الصراحه ونظره الى راي الشارع يعني احنا محتاجين لحد يبص لنا على الهواء من السبت الى الاربعاء 8:30 مساء بتوقيت السعوديه على قناه الصفوه قد يكونوا بغيضين لكنهم يعلمون قد يكونوا كسولين لكنهم مبدعين hey!
بلو كولر تي في الموسم الثاني الليلة في الأوقات التالية على سوبر كوميدي. فبراير على السوبر موفيز. الحياة مليئة بالمفاجآت. He says you have a hidden agenda. بيل ماري في Broken Flowers. رجل مثالي مع أم ليست مثالية. Hey, do you think your mother liked me? جين فوندا وجينيفر لوبيز في Monster in Law. Hi. Had a dream about you last night. استمتع بالحب مع سارة جيسيكا باركر وباقي الطاقم التمثيلي في The Family Stone. أما زلت تعود؟ Follow me. What did you do with Sue? نحن نفعل. Pamela Anderson في Scary Movie 3. خيط رفيع بين الجنون والعبقرية. Am I crazy? أنتوني هوبكنز وغوينيث باونترو في Proof. وهذا ليس كل شيء. الفيلم مثير للجدل. I'm saying there's shit in the meat. Fast Food Nation. Harvey Keitel. Today is my lucky day. في بطولة A Crime. خلال فبراير على السوبر موفيز. سبت ب 8 كانون تاني 2005 ساعة هلأ تقريبا الظهر. بركي اليوم نعمل 6 ساعات بدل 8 ساعات لأنه مش الكل مأقلمين، بس أكيد من بكرة وطالع عم نتزلش 8 ساعات صوب القطب. صعب من بعد تزلج 8 ساعات وشد الوراء واحد بظروف صعبة. الحمد لله لا مش كتير صعبة لأنه الشمس شير أو ما في كتير هواء ولا كتير برد، أنه ينصب الخيمة ويحضر الأكل ويحضر غراضه ويغير تيب ويحضر الأشياء اللي عرقانة على جنب الخيمة حتى ينشفه إلى آخره إلى آخره. أكتر من بركة تزلج مع التق الورا. وبرجع بكرر انه هلا الشمس شارقه، قادر احكي معكم بدون ما اكون حاطط ماسك على وشي او اي شيء، وما في هواء قوي لانه اذا طلع شويه هواء بما ان الحراره هون تقريبا 20 تحت الصفر، الهواء بدوبلها بتصفي 40 تحت الصفر، ما بقعد في حدا ابدا يقعد برا لو انه 5 دقائق. يعني مكسيم سقعت انا، فيك تحكي هلا؟ فيك تحكي؟ خبرنا عن الرحلة هيدي. يعني مثل ما شايف بالمزلاج وراي في كل حياتي. كل حياتي من أكلي لشربي لتيابي للأدوية، يعني ما في شيء معقول عوزه معقول أخده من غير مطرح، ما في إلا هالمزلاج اللي وراي. بقى بدي أتأكد إنه كل شيء موجود جوا وما فيني أحط أشياء زيادة. على ما أتذكر إنه كل يوم المساء بدي طلع كل شيء من هالمزلاج وانصب خيمتي وعيش فيها، اكل واشرب ونام. وكل يوم الصبح بدي ارجع دب كل شيء، دب كل بيتي اوضه النوم ومطبخي ولا كلهم ارجع دبهم بهالمزلاج وارجع اتزلج 20 25 30 كيلومتر ارجع انصبهم
بمطرح آخر. طيب بهالصحراء البيضاء. بهالصحراء البيضاء والضباب في أماكن كنت عم تحكي إنه ما كنت عم تقشع حتى قدامك بمترين. مثلين عم نشوف. ماكسيم طيب هالوضع كله هيدا شو اللي خليك تتابع؟ شو اللي خليك يعني نحن هون حسينا إنه طيب يلا إنه بدنا نرجع على البيت. لا إنه أنا إذا وضعت لنفسي هدف بدي أعطي 100% من جهدي أوصل لهالهدف ومش لأنه طلع شوية ضباب أو طلع شوية هواء قوي أو طلع برد شديد إنه لح أنسى الهدف اللي وضعته لنفسي أو أكيد. تتراجع يعني بلا بتراجع إذا كان لازم الموضع يعني مني أكيد عندي عقل بفكر في عندي عائلة ما فيني كمان أتصرف بحياتي مثل ما بدي بس مع الخبرة بصير واحد يعرف شو هني حدوده وكيف قادر يوصل قريب لإلها من دون ما يتخطيها. طيب ماكسيم بهالوقت عم تحكيت عن العائلة كنت تحكي ولادك تحكي مدامتك يعني قد ايه قعدت هونيك بهالفترة هيدي؟ آخر رحلة مش بس حكيت مع مدامتي وولادي حكيت مع العالم كله عبر هيدا البلوغ الانترنت على الانترنت www.the3poles.com وبعده لهلأ العالم تكتب لي عليه يلي هني وصلوا لل 750 ألف شخص عم بيراسلك ماكسيم من العالم هاليومين رح يتخطوا المليون بس مليون؟ المليون هاليومين يعني بين اليوم وبكرة بيتخطوا المليون وأنا واحد من المليون أنت واحد من المليون وأهلا وسهلا فيك بس فعلا كان ردة الفعل للعالم من كل أنحاء العالم وإذا كان لبنانية بأستراليا أو بكندا أو بأفريقيا الجنوبية أو بالنرويج ردة الفعل كانت رهيبة جدا ولما صار معي المشكلة مثل ما بتعرف وعانيت كتير قديش كنت فكر فيهم وطبعا بعائلتي وبالجميع بس فكر بكل هاللي كتبوا لي وشجعوني وكيف معقول أنا أفشل بمهمتي مع كل هالدعم والتشجيع يعني هون لعب دور العامل النفساني أكثر من الإرهاق الجسدي وال مهم العامل الإنساني بس شيء أكيد إنه لو كان في خطر على نفسي كنت تراجعت أو كنت طلبت يعني بآخر رحلة هيدا كان فيني أطلب إنه يجوا يعملوا لي إيفاكيويشن أو يسعفوني بس ماكسيم معلي بدي أقطعك شوي هون عم نشوف شيء خارج هيدا جليد من تنفسي لأنه أنا لابس هدول العوينات وقدامهم في مثل بيك حتى يرد عن منخاري وتمي الهواء المسقع جدا نعم. ومن تنفسه بيصير يزيد شوي شوي وهذا جليد هذا استلاكتيت جديد مثل اللي نشوفها قد ايه درجه الحراره هون كانت بركي شيء 22 او 25 تحت الصفر بس اذا في شويه هواء بس بفتكر نهارتها ما في كتير هواء دغري بتنزل كتير الحراره بتصفي 30 و40 تحت الصفر يلي هن فعلا صعبين جدا صعبين جدا رح ننتقل انا وياك هلا ومع المشاهد للقطب الجنوبي واخر رحله وليس الاخره يعني ما رح تكون اخر رحله ولكن اخر رحله قمت فيها القطب الجنوبي ماكسيم بدايتها من وين كانت بدايتها ببيروت بس انا اخذت الطياره وبعد 3 4 ايام وصلت على اقصى جنوب تشيلي يعني اقصى جنوب القاره الامريكيه ومنها بنتقل بطياره كبيره روسيه على انتاركتيكا نعم انتاركتيكا يعني ما في مدن ما في بلدان ما في مدرج للطياره ما في مطار من هناك بنرجع ناخذ طياره صغيره مجهزه بسكيات اسمها توين اوتر زتتنا على الشاطئ تبع انتاركتيكا وابتدينا من الشاطئ يعني على 80 درجه بتعرف القطب الكره الارضيه مقسمه لدرجات نعم. القطب تحت او فوق هو 90 درجه فوق هو 90 درجه شمال تحت هو 90 درجه جنوب احنا كنا على 80 درجه وكان المفروض تتزلج 10 درجات يعني 1200 كيلومتر تقريبا بدون مساعده ومع كل اكلاتنا من الاول بنحملون بلشنا ب 12 تشرين الثاني وحققنا القطب بعد 47 نهار ب 28 كانون الاول 2007 ماكسيم ذكرت انت انه كان في شخص طبيب هو اضطريت انك تحمل اغراضه اضطريت انه تساعده صاروا البيت تبعه صرت انت حامله وماشي يعني طبيب هو الطبيب راح كطبيب ام كهاوي ايضا لا كهاوي مش كطبيب ابدا بس نعم. هو شغلته طب السنين وصار معه مشكله بقلبه حس شيء ولانه طبيب فهم انه بركي يكون شيء خطير طلع معه عمل جلطه او بقى ساعدني لحتى ما قدر كفى بصراحه هو كيف قدرت يعني اخذت غراضك وغراضه الحمد لله كنت قادر ومثل ما مثل ما بتعرف نحن فريق نعم اوقات بنكون مربطين ببعض
بقى إذا كان زميلي قصر وأنا قادر مفروض ساعده من دون ما أطلب شيء، يعني من دون ما أطلب منه إنه يرد المعروف. بس إذا أنا ساعدته بكون عم ساعد نفسي كمان، لأنه ما فيني كمان أتركه وأمشي. إيه طبعا. إذا كان ساعدته بكون ساعدت نفسي، لأنه أنا مربوط فيه وأنا وياه بدنا نوعا وننام نفس المطرح كل يوم. طيب ماكسيم، مكان وجودك القطب الجنوبي هو مغطى بالثلج لحدود 98%. طيب 2% شو هن؟ 2% هن هالجبال يلي ما بعلق عليهم ثلج لأنه منحدرين جدا. هو بصراحة مش 98% ثلج، 98% جليد. جليد. ويعني الجليد اللي موجود بأنتاركتيكا هو 90% من الجليد على الكرة الأرضية، وهالجليد هذا بيكون بين 60-70% من مية الشرب اللي موجودة على الكرة الأرضية. يعني طبقة جليد سميكة جدا، وعلى أسمك مرحلة بتوازي 4800 متر. 4800 وجه شي نهار دابوا كل هالجليدات لسمح الله، بحورنا بيعلو 50-60 متر. يعني بركي هون ما بعرف إذا بنكون تحت المي. أكيد تحت المي ماكسيم. إن شاء الله ما تصير هالشغلة، وينتبهوا الكل إنه لازم الطبيعة قبل كل شيء نحافظ عليها ونحترمها. ماكسيم يعني حكينا عن الجليد وأربعين ألف الأربعة آلاف متر سمكتها، بس ما حكينا عن طريقة العيش هناك. كيف كنت عايش؟ وكم يوم أخذت معك هالمهمة؟ مهمة شو بدنا نسميها؟ 47 نهار تزلج القطب، يعني all the way، يعني من الشط للقطب. أخذت 47 نهار. نحنا كنا أخذين أكل ل 52 نهار. نعم. يعني وصلنا ضمن المهلة. كيف الحياة؟ ما في حياة برات الخيمة. يعني إذا ما كنت عم تتزلج حتى تدفع، بدك تغري تنصب الخيمة وتفوت فيها حتى ما تجلد. ما معقول يعني أقعد أتحدث مع شخص زميل لي برات الخيمة هيك مثل ما فينا نعمل وين ما كان. مثل ما بتعرف بأنتاركتيكا ما في حدا بيجي من أنتاركتيكا، ما في بلدين، ما في عواصم. إذا شخص عايش هناك بيكون مثلي، يعني عايش لفترة بسيطة ويرجع. ما في حياة أبدا، لا في شجر، لا في حيوانات، ما بتشوف عصفور، ما بتشوف برخشة، حتى الحياة على المستوى البكتيري مش موجود. وهون مثلا ممنوع الكلاب ياخدون على أنتاركتيكا، لأنه كانوا من زمان ياخدون لمدة شهرين تنقول بفصل الصيف، يخسروا مناعتهم لأنه ما في بكتيريا. لما يرجعون على بلاد عادي يسخنوا أوام ويموتوا. بصراحة أنا كمان خسرت مناعة كتير وضعفت كتير، فلذلك لما رجعت لهون وصارت العالم تبوسني وتقول لي الحمد لله على السلامة، كمشت ما بعرف كم فيروس وسخنت طبعا، يعني كانت مناعتي خفت جدا. طبعا ما ننسى ماكسيم أنه أنت رياضي مسابر من سنين مش من اليوم، يمكن هذا الشيء اللي ساهم وساعدك أكتر أنك تتحمل هالضغوطات هذه اللي كنت عم بتواجهها وتقدر تضاين للأخير. على كل حال يعني رح نشوف مشاهد هلأ، رح يمرقوا صور كمان زودتنا فيهم حضرتك بيحكوا عن هالمرحلة هذه الأخيرة اللي خطة. هذه الطيارة الروسية اللي منغط فيها على البلو آيس رانوي، أنا واقف على جليد هون، طيارة بتغط على جليد هون، هلكين ناطر زملائي، بقعد بوقف كل ساعة موقف 10 دقائق حتى ناكل ونشرب. شايفين الشمس شرقة 6 شهور بالسنة. هلا ما نحكي عنها، يعني فصل الصيف يلي هو فصل الشتاء هون الشمس دايما شرقة بأنتاركتيكا، ما بتغيب أبدا. مثل ما شايف هون جارير، مش بس بيتي، بيت غيري وراي، ومثل ما شايف الجليد قدام. هذه الصورة من تاني ميلي، عم بتزلج بإيد وعم بجر اثنين وعم بفتش على الطريق وبنفس الوقت عم باخد صورة. هيدا جديد معلق على، هذا الجليد المعلق على الماسك تبعي. هيدا زميلي أو هذا، هيدا من قلب الخيمة. ما شايف صحراء بيضاء، يعني ما في شيء أبدا. هون شو عم تعمل؟ هون عم بستعمل البوصلة لحتى اتوجه نحو القطب، لأنه إذا بستعمل الجي بي إس تفضى بطاريته أوام. بقى باخد فيكس بالجي بي إس على بكرة، وبقية النهار بستعمل البوصلة. هيدي نفس الصورة بفتكر اللي شفناها أول. هون قربنا لك إياها شوية ترجع تتذكر الساعة والجليد. إيه تتذكر وما تنعادي بس. هون كان عم شوف إنه زملائي وراي وعم بنطرهم مع إنه عم جلهم. هذا زميلي شخص من البريكسيل. نحن بالخيمة وكنا نقضي يعني نضحك شوي بالخيمة. مثل ما شايفين لازم نغطي عيوننا بالليل لأنه ما بتغيب الشمس، بدك تنام والشمس شرقة 24 ساعة في شمس. هيدا الساعة 12 بالليل هيدا الشمس شرقة. شمس رح نحكي عنهم هلا تفصيليا بعد الصور.
هون صرنا بالقطب لانه صار في هون هيدي الطياره يلي مجهزه بسكيات يلي داخل انتاركتيكا بنتنقل فيها. هون كانوا مربطين للطياره، شف تحت حد اجري مربطين الطياره لانه هواء قوي كثير، معقول يقبح الطياره ويشيلها مربطينها، ممنوع تطير. هيدا هو بيتي بانتاركتيكا. هون اشتريت مطرح ما منغط هذا هيدي المخيم يلي منغط فيه، شوف هيدي خيمه كبيره قاعدين كلنا عم ناكل ونشرب فيها. هاي طياره دي سي سي 130 هيركوليز واقعه مكسره، وهيدا دنبا هون مثل ما مسميه نهار ابيض، مش شايفين لا السماء لا الارض، ومجبورين نمشي كلنا ورا بعض لحتى ما نضيع بعض. شايف ما في سما زرقاء هون، وايت اوت بنسميه، يعني كل شيء ابيض. هدول التياب اللي بنلبسهم تياب ريش وزي اللي هن ادفى شيء، هذا اللي بدنا نحكي فيه هلا. هذا الطياره عن جديد، والفريق تبعي قبل ما نمشي. هذا داخل الطياره برد جدا، هون شلحنا شوي بس برد جدا جوات الطياره، ما في تدفئه. ماكسيم يعني حياة حلوة وصعبة، قدرت اكتشفت اشياء كتير هونيك مع انه الارض بيضة والسماء بيضة. تفضل. اللي بدي اقوله انه بتكتشف اكتر من الارض والسماء، بتكتشف نفسك بسام. يعني بتشوف قديش اول شيء قديش جسم الانسان شغلة رهيبة، قد ما يكون تعبين الواحد بس يأكل ويشرب وينام شوي، تاني نهار بقوم كأنه ما في شيء، وفعلا بتخليك تصير تقدر كل هالاشياء يلي نحن بحياتنا اليوميه بناخذها كتحصيل حاصل. انا كتبت مثل ما قال صغيري على البلوج، قلت انا عم بشتهي قاعد على كرسي، ما في كراسي، دائما نقعد على الارض، بشتهي الاكل على طاوله، دائما بناكل بالخيمه قاعدين على الارض ومربعين. بشتهي اخذ دوش كل يوم، بشتهي اغير ثيابي، بشتهي شوف عائلتي، بشتهي اقدر اكل قد ما بدي وساعة اللي بدي. طيب كل هالاشياء واحد عظيم ماكسيم. في يعني نهار واحد ليل ونهار واحد مساء، كيف هيدي بالسنة؟ هو لأنه نحن قريبين على القطب، الصيف عنا هون بالمنتصف الشمالي للقرى الأرضية، هو الشتاء بمنتصف الجنوبي للقرى الأرضية. طبعا أنا كنت هونيك هلأ، يعني فصل الشتاء هون فصل الصيف هونيك. بالصيف على القطب أو قريب للقطب الشمس تشرق مرة واحدة بالسنة، بتغيب مرة واحدة بالسنة. هلا بتضل تشرق على مدة جمعتين وبتضل تغيب على مدة جمعتين، بس يعني معناتها انه عندنا تقريبا 6 شهور شمس وست شهور ليل. بالليل ما حدا في عيش بانتاركتيكا، لانه هون بتشوف قديش الشمس يلي شغله نحن بنعتبرها كتحصيل حاصل، قديش مهمه لحياه الانسان، وقديش تشكر ربك انه مبينه هالشمس عليك. وما طبعا ما حدا بيعيش بانتاركتيكا بفصل الشتاء، لانه ما بتطلع الشمس، بكون برد جدا وعتمه جدا. العلماء يلي بدهم يروحوا على القاعده على القطب بيعملوا لهم دراسات بدماغهم قبل لحتى يشوفوا اذا قادرين يتحملوا هالصعوبات الفكريه حتى يعيشوا 6 اشهر بالعتمه بدون شمس. طيب ذكرت انت انه انت عم بتشكل العالم اللبناني ماكسيم، سمعت صريخ حدا عم بيقول مين عم بيشكل العالم اللبناني؟ طلعت فيه انت بعنفوان العربي واللبناني، قلت له انا عم شكل العالم اللبناني، شو بدك؟ خبرنا عن هيدي. القطب موجود مش يعني شيء 30 متر عن القاعده، القاعده كبيره وفي لها شبابيك. انا تحت عم بغرز العالم وعم باخذ صور، نزل شخص من فوق وقال مين غرز العالم اللبناني؟ ومثل ما انت قلت انا كان صار لي يعني 47 نهار، قلت له انا ويعني بعنفوان. اجا وصار يغمرني ويبوسني لانه طلع اصله من لبنان، جده من الشمال، ويعني كان فرح له انه يشوف عالم جدوده عم ينشك على القطب الجنوبي. هو قد ايه له عايش هونيك؟ هو عالم، يعني كان صار له هونيك 3-4 اسابيع، يعني بضل هونيك فتره شهرين او شيء، فتره الصيف بيعمل بحوثات. خلينا نرجع نشوف بعض الصور هيك، تشوقنا نرجع على هالمكان هيدا يلي عن جد بالفعل رائع. منيح وعم بيحكي وبس خاف كتير، وهو حكيم بقى ما راد ابدا انه شو بقى. اخذ دينيس بالبستن بولي على القاعده وفي معه حكيم، هلا هو صار بصحه جيده وفي ناس عم تهتم فيه، ونحن لحقين دعسات البستن بولي للقاعدة. إن الله راد من هلأ لأربع ساعات ونكون صرنا هنا.
3000 متر مكسيم عن جد شعور ليوصف، وعلم لبنان عم بينغرز. يعني حاسس هيك في غصة لا بس ظاهرة على وجهك. مع أنه يعني عملت كتير بلدان، وقتها وصلت على القطب كانت شعور غير شكل. بفتكر وقتها دمعت، مع أنه وهلا دمعت مكسيم؟ لا هلا بلا ما بعرف بركة. شو تأثرت؟ مبين عليك يعني علامة التأثير على وجهك. كلنا تأثرنا لأنه بعد 47 نهار عذاب، وفعلا كانت صعبة كتير. الوصول كان شغلة رائعة. تذكرت شيء هلا من المشاهد يلي شفتهم تأثرت رجعت؟ لا بس إنه كل مشهد لإلي دنيا يعني. تعرف لأنه عشتها بقى بذكر كتير إشياء يمكن منها حلوة منها مش حلوة، بس الحمد لله الهدف تحقق. يمكن تكون ذكرت كمان 49 درجة مئوية تحت الصفر. هيدا معدل الحرارة خلال السنة. هلا وقت بنشوف أكثر أوقات بنشوف أقل، بس شيء أكيد إنه لما تقرب لل 40 تحت الصفر شغلة صعبة كتير. وإذا واحد ما عنده خبرة معقول يكون عنده مشاكل، يصير عنده مشاكل مثل ما شفنا قبل. طيب مكسيم، لما يعني سمعنا وشفنا إنه خبر سير إدموند هيلاري إنه توفى، هو أول شخص بيطلع على قمة إيفرست عام 53 وين كنت؟ 53 كنت؟ لا وين كنت لما سمعت الخبر؟ وين كنت؟ خبر اللي وفيت. كنت هوني وسمعت، يعني كنت رجعت لهوني ويعني فكرة لقله رحمه الله. مش الوحيد، هو كان مع تنزينغ نورغي. دايما العالم بينسوا تنزينغ نورغي. الشيربا معه شخص من النيبال يلي سوا طلعوا، وما بحياته واحد منهم قرر مين أول واحد دعس على قمة الكرة الأرضية. وهيدي شغلة عظيمة بعتقد، إنه كل العالم تحكي عن سير إدموند هيلاري وإلى آخره، ويعني توجوه وكذا، بس كل العالم نسيت بيني وبينك تنزينغ نورغي يلي بركي اشتغل أكثر حتى يوصل هالفريق المؤلف من شخصين على الأمة من ما اشتغل سير إدموند. بس حلو كتير من سير إدموند إنه ما كان عم بيقول مين أول واحد اللي وصل على الأمة، وبعد هلا ما حدا بيعرف. بركي هو أول واحد حط إجره على الأمة، بركي يكون تنزينغ. مكسيم، ماذا بعد القطب الجنوبي؟ مثل ما قلت لك، المشروع الجديد هو الأقطاب الثلاث. تحقق 2 منهم، إيفرست والقطب الجنوبي، بعد في القطب الشمالي. القطب الشمالي بيختلف كليا عن القطب الجنوبي لأنه ما في قارة تحت القطب الشمالي. بالقطب الجنوبي في قارة موجود عليها جليد، بس بالقطب الشمالي في المحيط يعني البحر. ونحن ماشيين على جليد فيش على البحر. خطر أكتر كمان لأنه تعرف، لأنه عم ترجع بتدفل الكرة الأرضية، أوقات بيفسخ الجليد، أوقات بيصير في عنا في مخاطر. في مخاطر أكتر. كيف عم تحضر له؟ عم حضرنا مثل ما حضرت كل واحدة من حملاتي 100%. كل شغلة برجع بشيكها مرتين وثلاثة، وما بخلي حدا تاني يهتم بهالأمور هاي، لأنه بالنتيجة حياتي اللي بدها. وكمان تعلمت كتير من هالآخر رحلة على القطب الجنوبي يلي مثل ما قلت لك خسرت فيها كتير من الدهن اللي موجود بجسمي، وبلشت أخسر من العضل وخفت قوتي. قال رد قبل ما أروح على القطب الشمالي عندي هالمهمة الصعبة إنه زيد تقلي 15 كيلو. طيب لبنان بمختصر مكسيم، لأن خلص وقتنا، بلبنان شو محضر للبنان؟ بلبنان بالشهر الجاي يعني ب8 أذار 2008 محضر سباق مسميه لباتروي دي سيت، معناتها دورة متزلجي بلاد الأرز. هذا سبق كمان مدعوم من بنك عودي، رح نعمله بمنطقة فقرة وجايين كتار من برا، عم نعمله مع الدولة السويسرانية اللي عم تدعمنا بالنسبة لهالسبق. هيدا سبق عريق. كيف تودع الشباب؟ ما تخافوا، ساعي ما في شيء هين بالحياة، بس ما في شيء مستحيل، ثابروا بتوصلوا. شكرا مكسيم، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شكرا بسام.